انظر إلى قصة سيدنا يونس عليه السلام عندما كان في قاع البحر، ما الذي أنجاه من قاع البحر؟ ذكر ولا مو بذكر؟ ذكر، لا إله إلا الله، سبحان الله، إني كنت من الظالمين، استغفار وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنجى. الذكر نور ينجي من كل شيء، لذلك علينا أن نشتغل بذكر الله ولا نشتغل بالخلق عن الخالق، فهذا هو الحجاب الأعظم، أن نشتغل بذكر الخلق عن ذكر الخالق سبحانه وتعالى. فإذا أكثرنا من ذكر الخالق أغنانا الخالق عن الخلق، وأغنانا الرازق عن المرزوقين، وأغنانا الناصر عن المنصورين، واستغنينا بالله عما سواه سبحانه وتعالى. لكن لا بد أن نعلم أنفسنا ونعلم أبناءنا شيء من هذا الأمر يشتغلون فيه، ولو في أوقات يعني محددة، ساعة في النهار ساعة في الليل يشتغلوا بذكر الله سبحانه وتعالى، شيء من تلاوة القرآن، سورة سورتين ثلاث سور، جزء جزئين، على ما يستطيعون، يعني نصف جزء بس، لا يمر عليه يوم ما يتلو شيء من القرآن، ولا عنده شيء من الامتثال لأمر القرآن. القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، ما لما نقرأ القرآن لازم نعمل الشيء ذا. القرآن يأمرنا بالصلاة، نصلي نجعل لنا شيء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يأمرنا بالاستغفار، نستغفر الله، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، نطبق هذا الأمر، نجعل لنا استغفار. إذا قرأنا القرآن نطبق ما فيه، اللهم اجعلنا ممن يعني يقيم حدوده لا من يقف فقط عند حروفه. لا بد من التطبيق للقرآن، إذا قرأنا القرآن لا بد، وهو مأجور الإنسان على قراءة القرآن، لكن لا بد له من التطبيق.